تزامنا مع العيادة الوطنية في البحرين، قام نادي طلبة البحرين بالقاهرة معرضا للفنون التشكيلية بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان. التفاصيل مع مراسلنا في مصر شكري عبد الحميد. في تجمع بحريني عربي في مقر نادي طلبة البحرين بالقاهرة افتتح المعرض الفني الذي أقيم بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بمصر. وافتتحت المعرض الدكتورة فاطمة البعنين المستشارة الثقافية بسفارة المملكة بالقاهرة ولفيف من أساتذة ومدرسي كلية الفنون التطبيقية والطلبة البحرينيين والعرب. راح يكون هذا المعرض يعني مزار لطلبة البحرين ولطلبة الدول العربية يحضرون للنادي للاستمتاع بجمال هذه المنتوجات، وفي نفس الوقت هي تكون إحدى فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني. وتجولت كاميرتنا داخل المعرض مع ضيوف البحرين واللوحات الفنية التي شهدها المعرض داخل نادي طلبة البحرين، وعبر أساتذة كلية الفنون التطبيقية عن ترحيبهم بدعوة سفارة المملكة ونادي طلبة البحرين لإقامة هذا المعرض، خاصة أنه يأتي في شهر ديسمبر شهر الاحتفالات بالعيد الوطني للمملكة. احنا طبعا بيشرفنا جدا التعاون دايما مع مملكة البحرين في حاجات كتيرة جدا، وحقيقة هما بيشرفونا في الكلية في فعاليات كبيرة. ان شاء الله هننظم كمان يوم البحريني في الكلية، هيبقى بالزي والمأكل والثقافة والفنون وكل حاجة ان شاء الله. طبعا احنا في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان بنحرص دايما ان احنا يكون في تواصل مع الجاليات الثقافية العربية او الاجنبية، بحيث يبقى في تدعيم لاواصر التواصل ما بين الكلية وما بين المجتمع الخارجي. هي مشاركة مهمة جدا، كون ان احنا يكون عندنا طلبة من البحرين والبحرين عندها طلبة من عندنا، ده بيولد تبادل ثقافي كويس وبينقل ثقافات بلد من بلد لبلد وبيساهم في تطور الطلبة دي. وعبر الحاضرون من المملكة والدول العربية في المعرض عن سعادتهم لهذا النشاط البحريني ولبساطة هذا المعرض وقيمته الفنية الكبيرة. من خلال تجولي في هذا المعرض رأيت بأن هناك علاقة قوية بين هؤلاء الطلاب، علاقة طيبة تربطهم، وأعتقد بأن هذه العلاقات تجمع بينهم لكل خير. أحب أشكر نادي طلبة البحرين على هذه الاستضافة الجميلة، وكوننا ممثلين لدولة الكويت ولطلبة الكويت في جمهورية مصر العربية أشكرهم على هذا المجهود. هكذا بدأ نادي طلبة البحرين بعد افتتاحه منذ عدة أشهر نشاطه بإقامة هذا المعرض الفني بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجمهورية مصر العربية، ويأتي أيضا مواكبة مع هذا الشهر شهر ديسمبر شهر الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة البحرين. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة.